السلام عليكم. في عبادة عظيمة اسمها عبادة الفزع، عبادة النجدة. في البخاري ومسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا خديجة خائفا عند نزول الوحي عليها أول مرة، فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، اللي مثلك ما يخذل. كذلك من كان في طبعه الفزع، مساعدة المحتاج، القيام بواجبه، هذا ما يخذل، وإذا وقع وجد متكئا. تمشي في الشارع تلقى واحد منشر، توقف تفزع له، تشوف واحد يبغى عليه ويظلم فترفع ما حل به وأنت ما ترجو من وراه شيء. هذه العبادة العظيمة رتب الله عليها أجرا على فاعلها التيسير في الدنيا والآخرة، الفزع. فالبخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يسلمه يعني ولا يسلمه إلى عدو يبطش فيه ويبغي عليه. وجاء في لفظ الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. فمن لوازم الأخوة في الدين أنك ما تظلم ولا تخذل ولا تسلمه إلى من يبغي عليه. اللي طرى لي هذه أن مشهد غياب الفزع في الحياة المادية مؤلم جدا، كل أن يمشي مثل البلدان الغربية نفسي نفسي، ما حد عليه من أحد، حتى ترى أن الرجل يقتل في أوساط الناس ولا يلتفت إليه، يبغى على امرأة ولا حد يفزع، وهذا والله من أسوأ المشاهد. فالله الله بالفزع والنجدة، فإن الله جعل من أجلها كما ذكرت التيسير في الدنيا والآخرة. يا حظ صاحب الفزع بهذا الأجر. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. سلامتكم.